السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. وجدنا جديد عن فورتنايت اليوم إن شاء الله، سمع عن جيكس بيس بوري، ولا تنسونا من الله كل شيء في القناة. وهيا نبدأ. دقيقة بس خلنا نعد الإعدادات. طيب شباب، كود الماب 4818156 5601. وبسم الله خلنا نبدأ بالجيم. طيب شباب، أول ما ترسمنون راح تروحون هناك عند ذيك الشاحنة. كيف هو تحت يسوي فعلا اللي هو معناه انه ممكن تروح هناك تركي سوي رقصة. اوكي، طيب شباب، في وقت بدون، طيب شباب كلهم نفس الشيء، راح تروحون بدون وقت اكيد، راح تحطون كود 3344. بعد تضغطون انت خذ كذا، في قرابة تاخذون قرابة رمسك، والحين انت تقلت. اول قيل شباب راح تدخلون داخل، بعدين راح تروحوا، دقيقة غلط، راح تروحون فوق، بعد تفتحون الباب راح تلقون الزر هنا تضغطون عليه. الجلتش الثاني يا شباب راح تروحون ورا، لو هنا راح تفتحون ذا الباب راح تلقون هنا الزر. الجلتش الثالث يا شباب، وش فيه؟ كاسل نزل. طيب شباب، الجلتش الثالث راح تروحون هنا، هنا فيه دبة تضغطوا على الثاني. والجلتش الرابع راح تلقونه برا، تلقونه برا فوق. أحوال راح تضغطون الزر. الجلتش الأخير مستوي أنا، الجلتش الأخير راح تروحون تحت. أوكي مو هنا، تروحون هنا بس هذا الباب، بعد هذا الباب راح تلقون الزر هنا، هذا غرفة الـ AFK. اوكي شباب، هنا وصلنا نهاية الفيديو. طبعا شباب، قلت لكم تقعدون اكثر مرة، اكثر من مرة، راح نعيد لكم مرة ثانية سريع سريع. راح تستعد. اوكي شباب، بعد ما دخلنا طيب زي ما قلنا كود الماب 4818156 5601. طيب شباب، كيف فايش بمنح بسرعة حلو، راح ترقصون هنا اي رقصة. اوكي، بعد تروحون عند بدون وقت تحطون كود 3344. طيب شباب، تاخذون قرابة ارمسك ما ننسف فيه. الجيت الاول زي ما قلنا لكم داخل، أحاول بدينا داخل، بعدين تروحون فوق تلقون الزر هنا. والجلد الثاني شوف شوف كمان الهيليكوبتر كمان معنا هنا، تروحون ورا بس تلقون الباب هنا، تضغطون على الزر. والجلد الثالث يا شباب، الجلتش الثالث راح تروحون هنا،
الرابع الدب الثاني، والجلتش الرابع راح تفرطك. احتاج توصل من الثاني. المهم موقف الأخير ما شاء الله على الأيام، راح تخشون داخل هنا بعدين راح تفضل تنزل. اوكي شباب، ولا هنا نصل نهاية الفيديو، إن شاء الله عجبكم المقطع، ولا تنسونا من اللايك والإشتراك في القناة، ومع السلامة.